طوال ما هالتفرق موجود خالص لحن جاينا الدور. الله لا يوفقهم شلون ما داروا وشهم، شو يوجه لهم ان شاء الله؟ وجههم رصاصة ايما يونون. ردوا المظالم وتوبوا الى الله من المال المسموم الحرام. بدعي لهم انه يتوحدوا، يصيروا يد واحدة كلهم وما يصير فينا مثل ما صار بحلب. بس تفرج على الاخبار انه هيك جاي مصيرهم كمان. هذا الموضوع صار خطير كثير علينا. الله يهديهم ويرجعهم للدين. يعني لازم اتقوا الله، توحدوا، اتقوا الله، توحدوا، بس اتحدوا لانه كفاها الله. والله هو انا نحن بدنا انه الكل يجتمعوا ويتحدوا. الله يقرف شبابهم والفصائل الله يهديها، لانه بعت نفسه.